والآن مع كلمة سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأستاذ الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، معالي اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية، الأستاذ الدكتور حنان جودة مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير والجودة، الأستاذ الدكتور مير حمزة عميد البرامج الدولية، الأستاذ الدكتور عبد الغني طرطوسية مستشار رئيس الأكاديمية لبرامج التعليم الدولي، الأستاذ زبن مستشار رئيس الأكاديمية لشؤون برامج التعليم الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. يسعدني اليوم أن أشارككم هذه الفرحة في يوم حصاد وتتويج، في يوم حصاد وتتويج لجهد دائم ومتواصل بذلتموه على امتداد حياتكم الدراسية وحققتم خلالها كل متطلبات النجاح. اليوم نفتخر ونعتز، وعن أسرة الأكاديمية بالكامل نتقدم جميعا بخالص التهنئة لأبناء الخريجين. أطلب من كل الحضور تقديم التهنئة لهم جميعا في هذا اليوم. إن ما حدث اليوم من تطور واضح وتقدير ملموس لأداء المدرسة الدولية بالأكاديمية لهو حق وسام نفتخر به تشريف معالي الأستاذ الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لنا في هذا اليوم. له منا كل التحية وكل التقدير لما يقدمه من دعم للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. لك منا معالي الوزير كل الشكر وكل التقدير. لقد أدخل وجود معالي الوزير معنا اليوم البهجة والسرور في قلوب كل من حضر هذه الأمسية الجميلة، وكانت لحظة فعلا بتلقائية شديدة عندما رآه أبناء الخريجين جميعا قاموا بالتصفيق الحاد لمعاليه، فله منا مرة أخرى كل شكر وكل تقدير. معالي الوزير المحافظ سيادة اللواء أركان حرب طارق مهدي، أتقدم له بكل شكر وكل تقدير على دعمه الدائم للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فهو دائما دعم لنا ووراء كل مجهود يبذل بالأكاديمية، ولا يبخل عن الأكاديمية كما لا يبخل عن كل الإسكندرية بكل مجهود وكل وقت وكل ما يملك. شكرا لك معالي الوزير المحافظ. إنما تحقق اليوم من نجاح لم يكن ليتحقق إلا بمجهود وأداء متميز لنخبة متميزة من العاملين بالأكاديمية، من العاملين برامج التعليم الدولية. أطلب من السادة أعضاء التدريس، السادة مدرسين الأكاديمية برامج الدولية بالأكاديمية الوقوف حتى يقوم أبناؤنا الخريجين بتقديم التحية لهم جميعا. أبناء الخريجين وقوف لو سمحتم، تحية لأساتذتكم. شكرا لكم أعضاء هيئة التدريس والسادة المدرسين، شكرا لكم جزيلا على مجهودكم الأعضاء، شكرا لكم، شكرا. تفضل. خريجين نظل وقوف حتى نتقدم بالشكر والتقدير لمن بذل، لمن ضحى، لمن أعطى، لمن سهر الليالي حتى نصل إلى هذا اليوم. شكرا لكل أب، شكرا لكل أم، شكرا لكم على مجهودكم معنا. شكرا لأبناء الخريجين، تفضل. إن الأكاديمية العربية كانت وستظل منبعا للفكر وحصنا للحرية، كانت وستبقى
صرحا منيعا لحماية العلم والمعرفة، فنحن نولي أهمية كبرى لبناء عقول طلابنا لتكون عقولا تعرف قيمة العلم وتبحث دائما عن المعرفة. وستكون سفراء للأكاديمية، وستقوم عليكم نهضة الأمة العربية بأكملها إن شاء الله. أيها الحضور الكريم، باسمكم جميعا أتقدم بالشكر لمعلمي وإداري برامج التعليم الدولي الذين عملوا بروح الفريق الواحد تحقيقا لأهداف الأكاديمية ورسالتها. فالمعلم الحق يختلف كل الاختلاف، فهدفه متجدد وآماله دائمة، ومع بداية كل عام تبدأ أولى خطواته لتحقيق آماله، ينظر أمامه فيرى عقولا صغيرة، قلوبا طاهرة، صغارا يحفهم النقاء، عيونا تبحث عن المعرفة والعلم والحقيقة، فيبدأ رحلته فينير العقول، ينمي الشخصيات، يناقش ويوجه ويحتوي، حتى إذا مرت الأعوام وجاء يوم الحصاد وقفنا جميعا اليوم نتباهى متفاخرين فنرى نتائج جهد بذل، فيجب أن العقول الصغيرة قد نضجت، وأن القلوب الطاهرة قد أصبحت أشد قوة وصلابة، وأن العيون قد علمت ما تريد وماذا تريد، قد علمت ما تريد وماذا تريد. أتوجه إلى متخرجينا الأعزاء بالتهنئة القلبية، وأشارك آبائكم وأمهاتكم فرحتكم بكم. سنراقب نجاحكم من بعيد، وسيملأنا الفخر كلما سمعنا عن تميزكم كجيل مؤهل علميا يحب الله ويخدم وطنه بأمانة. بكم ستتجدد آمالنا، ومعكم سيكون المستقبل أكثر إشراقا بإذن الله تعالى. وتذكروا أنكم كنتم فخر مدرستكم هذه كما كانت فخرا لكم. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.